role of the Imam. It is to guide people according to the Book of God and Sunnah. إمامنا السجاد عليه السلام قد تواجد في حقبة زمنية صعبة للغاية. حاولوا طمس الدين في الجانب الروحي فعالجها الإمام صلوات الله وسلامه عليه بجانب الأدعية، وضمن هذه الأدعية المعارف الإلهية، المعارف المحمدية. يشاهد من خلال صفحات التاريخ أنه كلما كان الإسلام يواجه خطر الفناء الكامل، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه ويحفظه في كنفه بشتى السبل. وكانت واقعة عاشوراء إحدى تلك السبل، حيث أراد يزيد وجلاوزته القضاء على الإسلام، فأبى وريث الدوحة المحمدية المتمثلة بالإمام الحسين عليه السلام أن يدين لهم بالتمكين، فقام من أجل الإصلاح في أمة الرسول محمد صلى الله عليه وآله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستشهد هو وأصحابه في سبيل ذلك. وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وبعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، قدر لابنه الإمام زين العابدين أن يتسلم مسؤولياته القيادية والروحية، فكان عليه السلام ولمدة 34 سنة حامل راية الإسلام الذي أرادها الله عز وجل، فاستطاع بمهارة فائقة أن ينهض بمهام الإمامة وإدامة نهضة والده الإمام الحسين عليه السلام، وهو يصحح ما قد انحرف أو زال. تصدى الإمام زين العابدين عليه السلام للإمامة خلال النصف الثاني من القرن الأول الهجري في مرحلة من أدق المراحل التي مرت بها الأمة وقتئذ، وهي المرحلة التي أعقبت موجة الفتوح الأولى التي ضمت شعوباً مختلفة وبلاداً واسعة إلى العالم الإسلامي، مما وضعه أمام خطر فكري بسبب انفتاح المسلمين على ثقافات متنوعة وأعراف تشريعية وأوضاع اجتماعية مختلفة بحكم تفاعلهم مع الشعوب التي دخلت في دين الله أفواجه. العالم الإسلامي كان يعيش حتى الآن صدمة الفتوح، فتوح فارس والروم، يعني نتكلم دخول كم هائل من الثقافات والديانات الأخرى والأفكار داخل العالم الإسلامي وامتزاجها بالعالم الإسلامي، فهناك كثير من الثقافات كان لابد أن يحافظ على الهوية الإسلامية لأنها كانت مهددة هذه الهوية. إضافة إلى أن الفتوحات ذات الغنائم والمكاسب المادية الكثيرة نجمت عنها موجة من الرخاء التي سادت المجتمع الإسلامي، والتي أدت بسبب سوء استغلالها إلى مسخ ثقافي وأخلاقي في الأمة الإسلامية بالتدريج. People were getting richer. Now with richer money, with more wealth, like we see with many people, the wealthier a person gets, إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. The wealthier a person gets, then the further away he will get from Allah subhanahu wa ta'ala. He will feel more independent. This is the human psychology. The more money I have, then it's less I need Allah والعياذ بالله. That's how some people start thinking. I have everything. I can do everything I want. خلاص. So people start forgetting about Allah subhanahu wa ta'ala. So that was also happening during the time of Imam Sajjad عليه السلام. فكانت المرحلة تتطلب من الإمام عليه السلام معالجة كل الانحرافات التي أدخلت في ذلك الزمان على الشريعة الإسلامية، ووضع المنهج العلمي الصحيح الذي يفهم الدين الإسلامي من خلاله كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
أصبحت الأمة بعد واقعة الطف في حالة من الركود والتبلد، مما جعل الروح الجهادية عندها في حالة غياب. وصل الأمر بعد واقعة كربلاء إلى تقريبا إلى حالة هم يقولون في كتبهم، يقولون أن أنس بن مالك دخل إلى مسجد الشام صار يبكي، قال ما أعرف في مسجد هؤلاء إلا الصلاة، بس الصلاة أعرف من أيام النبي وقد غيرت. فالإمام يأتي بهذه الأجواء ويواجه حتى يعيد يبعث الإسلام من جديد. إضافة إلى أن السلطة الحاكمة كانت تراقب حركات الإمام من خلال أزلامها وجواسيسها من أجل منعه من الاستمرار في نهضة أبيه، لأن ذلك لا يصب في مصلحتها، لذلك عمد إلى اتباع منهج دقيق وتكتيك خاص في القيام بمشروعه الإصلاحي. 60 سنة بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم تغيرت المدينة، تغير الوضع، صار الشباب هناك المدينة كلها وين في حفلة وين في سهرة وين في شغلة عاضلة، الناس كلها هناك رايحين، والإمام لازم يشتغل يمارس دوره، كيف يشتغل وممنوع عليه، ممنوع عليه يتكلم، الحصار خانق. وهذا ما جعل دور الإمام في صون الإسلام يتخذ صبغة جديدة تواكب الظروف الاجتماعية والسياسية للأمة، فعدل عن الجهاد بالسيف وسعى إلى بدء ثورة روحية وثقافية، فلم تكن حركة الإمام مشلولة ولم تكن حركة اعتزالية كما وصفها البعض. Times vary and times change and so the methodology changes. The time of Imam Hussein عليه السلام was revolution, the sword. But when the time of Imam al-Sajjad came, it wasn't the sword. So he came up with an innovative technique, with an innovative way. اتسم عصر الإمام علي بن الحسين عليه السلام، والذي أعقب موجة الفتح الأولى بانفتاح الأمة الإسلامية على سائر الشعوب، مما أدى إلى أن تواجه خطر المسخ الثقافي وخطر الانهيار الأخلاقي، وذلك بعد أن ساد الرخاء وتفشت في العالم الإسلامي اعتقادات خاطئة كعقيدتي الجبر والإرجاء التي روج لها الأمويون تبريراً لوجودهم في السلطة، إضافة إلى ظهور عقيدتي التشبيه والتعطيل التي روج لها الأمويون أيضاً. الأمة عاشت خطراً فكرياً وثقافياً هائلاً، أفكار الجبر انتشرت في الأمة، أفكار القدر انتشرت في الأمة. كانت نشاطات الإمام عليه السلام متجهة إلى معالجة هذه الانحرافات في جسد الأمة الإسلامية من خلال التأصيل العلمي والثقافي والتربية الأخلاقية عن طريق ربط الإنسان بربه من خلال الدعاء. ولكن الظروف السياسية والقمع الذي كان مسيطراً على الشعب من قبل الأمويين لم يكن يسمح للإمام السجاد بأن يتكلم ويطرح آراءه بصورة صريحة وواضحة، فاتخذ من الدعاء أساساً لهذا العلاج. بحيث لم يكن بإمكان أحد أن يعترض عليه، حيث يرونه بحسب الظاهر لا يتعرض لدنيا هؤلاء الحكام، ولكنهم قد فاتهم أنه كان في الظاهر يدعو الله، ولكنه كان في واقع الأمر يقود عملية التغيير الشامل في بنية العقيدة للأمة الإسلامية بأسرها. عمل الإمام كان عمل طبيعي غير مثير، السلطة الحاكمة في ذلك الوقت كان عندها حساسية شديدة تجاه أهل البيت. وبذلك الأسلوب الذي ظاهره موعظة الناس ونصحهم، أدخل الإمام إلى أذهان الناس ما يريده، وهذا من أفضل أسس التعاطي الأيديولوجي والفكري الصحيح. الإمام سلام الله عليه استطاع أن يبث معارفه الدينية
العقائدية الأخلاقية عبر الدعاء. كان عليه السلام يوجه الأمة من خلال أدعيته التي تضمنت مختلف المعارف الإسلامية في الجانب العقائدي الذي يستند عليه فكر الإنسان وعقيدته وإيمانه، والجانب الأخلاقي والسلوكي الذي يكفل تطبيقاً صحيحاً لنظام الدين الإسلامي، والجانب السياسي وغير ذلك. وكنموذج على الجانب العقائدي، أعلن عليه السلام براءته أمام الله من العقائد المنافية لمعنى التوحيد كعقيدتي المشبهة والمجسمة، كما قال في دعائه في التوحيد: وأنا بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك، ليس كمثلك شيء يا إلهي. وكنموذج على الجانب الأخلاقي التربوي يقول عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ. وكنموذج على الجانب السياسي يقول عليه السلام: اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك، إلى أن يقول: حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين، يرون حكمك مبدلا، إلى آخر الدعاء. عاش الإمام السجاد عليه السلام في عصر انفتح فيه المسلمون على الثقافات والمعتقدات المتنوعة للشعوب التي دخلت في الإسلام، مما أدى إلى خطر التأثر بها. واقتضت مصلحة الدولة الأموية آنذاك بإقصاء الوعي الثقافي في الأمة من أجل إحكام سيطرتها على رقاب المسلمين، فسارت في خط إماتة الوعي ومحاربة العلم وإنشاء تيارات عقائدية خاطئة. During the time of Imam al-Sajjad عليه السلام, obviously people were brainwashed. Many of them were brainwashed. People's knowledge of Islam was shaken. They didn't know really the principles, the right principles of Islam. من هنا قام الإمام زين العابدين عليه السلام بتأسيس مدرسة علمية فكرية في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان يلقي محاضراته وبحوثه على العلماء والفقهاء، وكانت تلك البحوث تتناول العلوم الإسلامية المهمة والحساسة، منها علم التفسير وعلم الفقه وعلم الحديث والفلسفة وعلم الكلام وقواعد السلوك والأخلاق، كما كان يلقي في كل جمعة خطاباً عاماً جامعاً على الناس يعظهم فيه ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخرة. التواريخ يذكرون أن الإمام السجاد صلوات الله عليه كانت له حلقة يلقي فيها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله كل يوم معارف أهل البيت، معارف آبائه الطاهرين، يلقي عليهم التفسير والحديث والفقه. بقي الإمام السجاد مواصلا لخطواته الإصلاحية بين صفوف الأمة الإسلامية، مما قضى مضاجع قادة الحكم الأموي بسبب عدم تمكنهم من الاستمرار في أهدافهم التحريفية للرسالة الإلهية، إضافة إلى أن الإمام كان يتمتع بشعبية كبيرة واحتل مكانا كبيرا في قلوب الناس، وقد شق هذا الموقع المتميز له في نفوسهم على الأمويين عامة وعلى آخر خليفة عاصره الإمام خاصة، وهو الوليد بن عبد الملك بن مروان الذي كان من أحقد الناس على الإمام، حيث قال: لا راحة لي وعلي بن الحسين في هذه الدنيا. فأجمع رأيه على اغتيال الإمام والتخلص منه، وذلك من خلال دس السم إليه، وقد حدث ذلك في 25 من شهر محرم الحرام عام 95 للهجرة، وبذلك أسدل الستار على عصر ذلك الإمام العظيم. مع هذا الإمام العظيم عليه السلام كان من المستحيل على السلطة أن تترك لسانا وهديا وسمتا مثله يفضح موبقاتها ويكذب أحدوثتها دون أن يترك لهم حجة عليه، فآووا إلى صديقهم القديم السم
الذي ما عدموا وسيلة لدسه إلى جسد الإمام عليه السلام، والذي ما لبث أن اعتلج في بدنه الشريف فمضى إلى ربه عز وجل تاركا ذلك التراث الهائل الذي لو قضى أحدنا عمره في سرده وتحليله ما استطاع أن يفي معشار حقه فيه. لم يأفل نجم إلا وظهر نجم آخر، فبعد استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام جاء الدور لابنه الإمام الباقر عليه السلام في معالجة الانحرافات التي أدخلت في ذلك الزمان على الشريعة الإسلامية صوناً للرسالة والأمة الإسلامية من الضياع. إن نحن نتوارث الكمال والتمام والدين، فالأرض لا تخلو ممن يكمل هذه الأمور التي يقصر عنها غيرنا.